مينة عرفة تثير الرأي العام. أثارت جلسة تصوير جديدة للفنانة الشابة مينة عرفة تجديدا واسعا عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بعد ظهورها بمظهر مختلف تماما عما ظهرت به سابقا. وظهرت منة في جلسة التصوير أكثر إشراقا وأنوثة، مما دفع بعض من النشطاء للتعليق على الصور قائلا: أنا أكني بشوفها لأول مرة. فيما قال آخر: ها مستعجلة ليه، إنها تكبر حد يفهمها، إن الطفولة مبترج عشتاني لما تروح. وتصدرت الفنانة منة عرفة تريند مؤشر موقع جوجل بعد حذف اليوتيوبر والطبيب علي غزلان الصور الحديثة التي جمعته بها الفنانة منة عرفة عبر تطبيق إنستجرام، وذلك بعدما أثار الجدل حول علاقتهما إن كانت عاطفية أو غير ذلك. وأبقى علي غزلان على الصور التي جمعته بها منة عرفة في المناسبات العامة فقط، وهو نفس الذي فعلته منة عرفة قبل شهرين إذ قامت بحذف بعض الصور أيضا من عبر حسابها وانقطعت عن الظهور معه مجدا.